البقيع بروحي سرى وأبكى عليا وخير الورى. أنين البقيع بروحي ليوم طلوعي ليوم طلوعي نداء البقيع ليوم طلوعي نداء البقيع وأبكى عليا وأبكى عليا لا شك بأن أعداء أهل البيت عليهم السلام من الوهابية والسلفيين هم سلالة الأمويين والعباسيين الذين يحاولون بكل طاقة أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. حادثة هدم القبور وما تلاها من اعتداء على العتبتين العتبة العسكرية أو القبور الأخرى المنتشرة في شمال أفريقيا وفي البلاد العربية والإسلامية هي تجاوز لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة والتابعين على هذا المنهج. هذه هي محاولة لطمس حضارة وتاريخ هؤلاء الرجال العظام أمثال حجر بن عدي وغيره من الصحابة والتابعين لنهج أهل البيت عليهم السلام، يحاول بها التكفيريين إخفاء حقيقة هؤلاء الشخصيات وتاريخهم المجيد وعطائهم الثر للحركة الفكرية الإسلامية لافتقارهم إلى مقومات النهوض وإلى الكلمة المجادلة والكلمة الكلمة هي خير وسيلة لإثبات الحقوق، ولكن محاولات يائسة منهم في سبيل طمس هذه الشخصيات وتاريخها الذي أضافته للحركة الإسلامية في على مسار الأيام. ولا من مجير ولا من نصير يحاكي الدموع نداء البقيع يحاكي الدموع نداء البقيع وأبكى علي وخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله في محكم كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت هي بيوت محمد وآل محمد. عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع، فسأله: هل هذه البيوت من ضمنها بيوتكم؟ بل قال: هي أفضلها. فأفضل البيوت هي بيوت محمد وآل محمد التي أذن الله أن ترفع. طبعا هناك من لا يرضيه ولا يسعده بأن هذه البيوت ترتفع وترتقي، أستجير بالله، هؤلاء هم أعداء آل بيت محمد وهم القلة إن شاء الله. طبعا استهدفوا قبور أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليه في السعودية وتحديدا في المدينة المنورة، وهي بيوتهم ومنازلهم وقبورهم، ولكن اليد الآثمة الغاشمة المريضة التي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وباعتبارهم هم المسيطرون على تلك المنطقة وعلى تلك الدولة وهم الدولة الحاكمة، تطاولت أيديهم إلى هدم تلك القبور، قبور الغرقد، قبور أئمة أهل البيت، قبر الإمام الحسن المجتبى وقبر الإمام زين العابدين عليه السلام وقبر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وقبر الإمام الصادق وكذلك باقي القبور المجاورة لهذه القبور الطاهرة. طبعا
الأعداء والحاقدون على أئمة أهل البيت وعلى هذا البيت الهاشمي العلوي ما اكتفوا بتهديم هذه القبور، بل امتدت أيديهم إلى القبور الأخرى. طبعا لهم أعوان ولهم أذرع ولهم مناصرون، كما أن وهم جنود إبليس، وإبليس جيوشه كثيرة. امتدت إلى كذلك إلى القبرين الطاهرين الشريفين في سامراء، الإمامين العسكريين، وحصل ما حصل. وكذلك لم يكتفوا بذلك، هناك محاولات جادة ومدعومة إلى قبر السيدة زينب سلام الله عليها العقيلة، ونسأل الله أن يحفظها، يحفظ قبرها، يحفظ شيعتها. طبعا كل هذا عداء لأهل البيت. طبعا هناك كثير من القبور من الصحابة، ولكن هؤلاء الصحابة هم يرتضوهم، هم يحترموهم، فلذلك نرى أن قبابهم حاضرة وقبورهم مبنية ومعمرة ومنمقة، لأن المسألة ليس مسألة قبور وبناء القبور، المسألة مسألة اعتقاد، نحب ولا نحب. فالمسألة حب، يعني يكيلون بمكيالين، من يحبونه قبره عامر، ومن لا يحبونه ولا يرتضونه قبره مهدم. فالله سبحانه وتعالى بالمرصاد هؤلاء، للباطل صولة وللحق دولة كما يقال. ونسأل الله سبحانه وتعالى، طبعا وإن هدمت القبور فالأئمة أحياء في قلوب شيعتهم، في قلوب حبهم، قبورهم في القلوب ليس فقط في البناء، وذكرهم في الأذكار، وأسماؤهم في الأسماء، أسماؤهم خالدة وهم نور الله سبحانه وتعالى. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ونور الله معناه، ونور الله معناه، فكيف الليل يطفيه ومن يقوى، اسمع، ومن يقوى له هدمه.